السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم سامي البدهي، وبجاوب على سؤال جدا يجيني بشكل مستمر: ما هي العدسة المناسبة لتصوير الفيديو؟ الإجابة جدا سهلة، هي عدسات البرايم. لو شفنا أفلام سينمائية بنلاحظ أن كل الأفلام السينمائية يستخدمون عدسات البرايم لعدة أسباب. أولا، أن عدسة فتحة العدسة بتكون جدا واسعة، مثل 1.8 1.4 1.2 وأيضا تجي 0.95، يعني أقل من واحد، فبيدخل عليك ضوء أكثر وبيعطيك منظر جدا خيالي، ويعطيك أيضا عزل رائع جدا. فأوريكم الآن ثلاث عدسات أنا أستخدمها بشكل مستمر ودائما وموجودة معي، هي الـ 35 والـ 85 والـ 135 البلينا، آخر أصدار من عدسات البرايم من نيكون اللي هي أصور فيها الآن. مثل ما أنتم شايفين الحين الـ 85 وعطتني مسافة أكبر، نفس العزل نفس مكان الكاميرا، ما تغير شيء، بس غيرت العدسة. الآن بنروح وناخذ الـ 35 وتشوفون الفرق بينهم. مثل ما أنتم شايفين الحين الـ 35 نفس مكان الكاميرا لكن مسافة بعيدة، فعطتني مسافة أبعد وعطتني تغطية أفضل. فكل واحد حسب استخدامه. لا تحسبون بس هذه العدسات اللي موجودة هي الـ 85 والـ 35 والـ 135، لا، في عدسات كثيرة، في الـ 14 برايم، في الـ 16 برايم، في الـ 20، في الـ 24 برايم، في عدسات كثيرة موجودة في السوق فيها الـ 40 برايم بعد، لكن كل واحد واستخدامه. أنا أخوكم سامي البلهي، وأشوفكم فيديو ثاني، ولا تنسون التضغيط اللي تحت، سبسكرايب، اشتراك، شيء كذا. اشتراك هو نفسه سبسكرايب يعني، بس إنه ببلاش. أشوفكم فيديو ثاني، سلام عليكم.